السلام عليكم. من أمام دائرة بين قوسين البطاقة الوطنية اللي فرضت على المواطن إجباري، اللي يروح يسجل ابنه بالمدرسة واللي يروح يقدم على جواز ما تمشي معاملته إلا بالبطاقة الوطنية اللي هي يراجع عليها ويجيب عائلته ويتعب وصرف كراوي، ولا شهر ولا شهرين، 3 أشهر 4 5 أشهر وما طالع. أدي رسالة جماعة القدسية، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني يجي يتمرمط بهاي الدوائر بالحر، اللي عايب شغله بالعمالة وبالإجازة المحدودة، زين يجي 4 أشهر و5 الدولة تقول ما عندي هاي المادة اللي تنطبع بيها البطاقة، نسخة منه إلى وزارة الداخلية، وزير الداخلية السلام عليكم عود.